السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. تونسي يتكلم عن التمدد الشيعي في تونس والجزائر، تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم. موضوعنا هو التمدد الشيعي في تونس والجزائر، لأن في المغرب يظل قاطعين العلاقات مع إيران جملة، يمكن رجعوهم أما ثم معناها محاصرة كبيرة. نقرأ في خبر توا، قال لك 400 في مطار هوارب ومدين، 400 جزائري شدتهم شرطة الحدود جايين من إيران. مو في إيران توا معناها الاحتفالات هذه، مو معناها حياة ذكرى، حياة ذكرى الحسين عليه السلام رضي الله عنه. حسين هذا هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن والحسين ولاد علي بن ابي طالب. عادي يعني فما احتفال سنوي في العراق، احتفال سنوي تشيروا الشيعة. اي 400 جاء، احنا طبعا الشيعة في الجزائر وفي تونس وفي كذا، على الشيعة رغم ان الشيعة كانوا موجودين، والاسماعيلية هذوك الشيعة اسماعيلية اللي كانوا هناك، يقولوا الفاطميين اللي كانت العاصمة نتاعهم المهدية. مشاو لروحهم، مشاو لمصر عملوا عاصمة أخرى غادي القاهرة. مشاو لروحهم. حيث على تونس والجزائر معناها مسلمين سنة 99%، لأن فهم الإباضيين، ثم الإباضيين في جنوب الجزائر وفي جنوب تونس. حاجة بسيطة. ما عندهمش تأثير. بحيث الحدث هذا 400 شدوهم، قال لك لقاو عندهم كتب وكذا، واحد وتصاور ومنشورات وما عرفش شنو، شدوهم عرفش خذوهم لهم وسيبوهم ولا وتبعهم المخابرات الجزائريه معناها بكل اهتمام. احنا في تونس ما قالوش ثم شيء، ثماش معلومات، قالوا جاء ولا ما جاوش ولا مشاو. احنا في تونس عندنا جماعه موجودين، وتو الحسينيات بدات باش تظهر، قال لك يعني انا ما ريتش وين الحق، اما قالوا الحسينيات بدات تظهر في تونس. شو الحسينيات هذوما؟ هذوما الحسينيات عباره على مراكز نتاع المخابرات الايرانيه. ايران تستعمل في المذهب الشيعي، والمذهب الشيعي مالناش ندخلوا في مهاترات يعني كيش يقولوا فيها هي دينيه، حوارات دينية، وشكون صحيح وشكون الغلط وكيفاش وعلاش، عنده مجاله هذايا الميدان الحكاية هذه عندها مجالها، ماهيش مفيش عيب. معناها اتجاهات وآراء، الخلاف لا يفسد للود قضية. هم يقولوا أهل البيت وحق سيدنا علي هو اللي خذا الخلافة، فما ما يدل على أن سيدنا علي حق خذ الخلافه، حكايه الغدير هذه هم يأولوها، وجماعه السنه يقول لك شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يحب كان جاي يحب يخلي علي معناها رضي الله عنه خليفه له، حاش منهم باش يخليه خليفه. ما ثماش حاجه بصريح العباره. يجاوبوا الاخرين يقول لك لا القران هذاك فما اجزاء في القران اللي عثمان بن عفان قضى عليها حرقها وخلى المصحف اللي نعرفوه احنا اليوم. بحيث هذه ما توفاش الحكايه هذه، قلنا نجم نقعد نحكي فيها حتى الغدوه الصباح. اما مش هذا الموضوع. الموضوع هو التمدد الايراني. الثوره الاسلاميه الايرانيه، اسلاميه بين ظفرين. الثوره الايرانيه هذه مبنيه على التمدد. حيث تو لو كان ترجع ايران في حجمها معناها الحقيقي كدولة إيرانية توا ينهار الحكم، لأن الحكم هو مبني على معناها فيلق القدس و غارديان دو لا ريفوليسيون، حراس الثورة وكذا، والبسيط بسيجي، الكل نظام ديني، الكل يحوم حول المواضيع هذه ويحب يتمدد ويسيطر
كما توا في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي شو اسمها الاخرى هذيك معناها اليمن، حب السودان زاد، لكن ما بعد ما مشاتش الامور في السودان. توا يحبوا على شمال افريقيا، شمال افريقيا معناها تونس تونس والجزائر. مشكله توا يلزم معناها اصحاب القرار في تونس وفي الجزائر لازم يتبعوا الموضوع هذا، خاطر هذو ناس يخدموا على المدى الطويل و معناها يقدموا بشويه بشويه، ما يفكوش عليك ديما ثم حكايات وديما مركز الثقافي والحسينيات تو باش تولي لكن الامور هذيك كل واحد يقنع واحد وواحد يوجه واحد وباش تولي لنا معناها باش يخلقوا لنا توا. هما الايرانيين هذوما يخدموا مع الدوائر الاستعماريه مع امريكا يعني اساسا معروف التخادم الايراني الامريكي. هما سموا بعضهم الشيطان الاكبر والشيطان الاصغر والشيطان كذا. تو ايران سامحني فيلق القدس قال باش يمشي يحرر القدس، ايه كان قبل ما ينجموش تو ولاو في سوريا واسرائيل مقابلتهم ايش ما عملوا شيء، لا فيلق القدس عمل الحاجة ولا الحشد الشيعي ولا الشعبي عمل الحاجة ولا حراس الثورة ولا عملوا حاجة، حتى حد ما عمل شيء. غادي ايران اسمها اسرائيل تضرب فيهم بالصواريخ باش معناها باش معناها تقنبل اكل معناها الدبوات نتاع الاسلحة، فهمتني قبيل تحت القاعة ودرش يعملوا كذا. المهم الاتجاه نتاعها مش معاداة اسرائيل، لا يحبوا يسيطروا على سوريا وعلى العراق لفائدة ايران. معناها الامبراطورية الايرانية يحبوا يرجعوها كما اردوغان يحب يرجع الامبراطورية العثمانية. لكن احنا الخطر علينا توا بلاد كما لبنان توا ممزقة، حسب الله دولة في وسط الدولة وبناها مشكلة كبيرة. ليه كي شو اسمه كي السودان هذاك حميدتي والاخر شو اسمه البرهان، حيث هذا يخطر علينا خطر علي. هي الجزائر ديجا قاعدين يخدموا لها على القبائل وعلى انتم راكم امازيغ ماكمش عرب وكذا، باش يعملوا فتنه في الجزائر. في تونس ما احنا متجانسين ما عندناش عندنا هذوما شو اسمه معناها الامازيغ تقريبا 5% في الجنوب شويه معناها مش عدد كبير. اي دونك يخلقونا حاجه اخرى شيعه سنه ها برا نرجع عليه 400 هذوما شوف قداش قال لك مشيوا معاش قطر ما يمشيوش مباشره، عندهم خطط في المشي وفي الجاي وكذا. اما المخابرات الجزائريه قويه عاد ما يفوتها شيء، شدوهم 400. ايران هذه عندها معناها كره للعرب ساعة. خلينا من الشيعه ومش الشيعه وسيدنا علي وسيدنا كذا، مش هذاك الصحيح، لا مش هذاك الشغل الشاغر بتاعهم. هذاك غلاف يحبوا ياخذوا ثارهم من العرب. قال لك كيفاش هذوما جماعه العرب هذوما جماعه الجزيره العربيه حفات عراة ما عندهمش ماء وعايشين حياه الكفاف اكلي الجراد، كيفاش معناها يفتحوا الامبراطوريه ويغلبوها، يغلبوا الامبراطورية الإيرانية. هي هو هم كيفاش عرب معناها تغلغلوا في إيران؟ لأن كانت الامبراطورية الفارسية والامبراطورية البيزنطية يتحاربوا لسنين طويلة، أنهكوا بعضهم الاثنين. فك الإطار هذاك العرب تمكنوا من اكتساح بلاد فارس وقتها كانت ما كانتش اسمها ايران. اكتسحوا بلاد فارس الفرس مش الفرس هو ايران مش فرس راهي
لا ثم تقريبا نقولوا 35 في حتى عرب ايران، في 10 ملايين عرب، هم مسيطرين عليها الفرس.